الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. سيد والي جهة طنجة إخوان حسيمة، عامل عمل طنجة أصيلة. أنه في مثل هذا اليوم من سنة 1956 صدر الظهير الشريف المؤسس المديرية العامة للأمن الوطني كجهاز وضعت على عاتقه مهمة المحافظة على النظام والأمن العامين. تشيد السيد أحمد بوكلوزة دام الأمن برسالة الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. وفي الأخير يتقدم السيد محمد الوهاب العروسي دام الأمن الذي مشح برسالة الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.